على مدار سنوات مضت اقتصرت السياحة في الصين على السفر إلى الأماكن الجديدة لمجرد القول مررت من هنا. الآن أصبح الصينيون أكثر إبداعاً بشأن خروج قضاء عطلاتهم. نبحث في برنامج الصين المال والأعمال كيف استطاعت الشركات السياحية استخدام التكنولوجيا والمحتوى الأصلي لتلبية تطور احتياجات الصينيين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصيني المال والأعمال. أنا بيان لي وأحييكم من بكين. اليوم يسرنا كثيرا أن نستضيف في استوديو أستاذ نادير مجدونة باحث جزائري في الشؤون الاقتصادية. مرحبا بكم أستاذ نادير في برنامج الصيني المال والأعمال. أهلا وسهلا بكم. وفي حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على تطور أسواق السياحة التجريبية في الصين الآن. وقبل حديثنا اليوم لنتابع التقرير التالي أولا. يشق فوج من السياح طريقهم عبر أزقة بكين الضيقة. تسير هذه المجموعة عبر متاهة من الأزقة المتعرجة التي تقف على جانبيها المساكن الأكثر عراقة بالمدينة. يتضمن برنامج الرحلة التي تنظمها شركة China Culture Life زيارة عدد من المواقع التاريخية. تشمل أيضا زيارة عدد من السكان المحليين ومصانع حلوى الفاكهة الصينية التقليدية والعديد من الأنشطة المثيرة الأخرى. يتقاسم هذا الرأي الكثير من أبناء الطبقة الوسطى الذين يطمحون إلى المزيد من الاستمتاع خلال عطلاتهم. لي فانغ في هي أيضا مدير المبيعات في تشاينا كارشال لايف تخبرنا عن الإعدادات التي تقوم بها تحضيرا لكل حزمة سياحية من حزم الشركة. 我们在研发之前会做很多的准备工作，比如说，我们会看大量的书籍去了解当地的文化到底是有什么样的，比如说北京，我们把当地的文化做了一个区分，比如说分为国粹文化、民俗文化、京味文化、皇家文化等等，然后每一个主题下面其实都有不同的内容可以去填充和开发。我们会去寻找这样不同的体验模块，然后做一个互动体验活动的一个设计和开发。 تقدم شركة China Culture Life سلسلة من الأنشطة تستهدف الأشخاص الذين يتطلعون للهروب من الجولات الإرشادية التقليدية الموجودة في جميع أنحاء الصين، بالإضافة إلى الزيارة المنزلية والطبخ والعروض الموسيقية. تشمل برامجها أنشطة مثل عروض أوبرا بكين. 我们从现在的这个整个的消费的这个趋势和潮流中可以看到，更多的其实消费者他已经不单单的满足于说我去过什么地方，而他们会更在乎我在这个过程中我体会到了什么，我收获到了什么。那么可能新农工厂他们的产品就刚刚符合现有的这些消费者的需求。 أستاذ نادير، عالم أنتم تعيش في الصين وبالتحديد في مدينة بكين لمدة طويلة أكثر من 10 سنوات، هل قمت بأي نوع من السياحة أم قمت بزيارة إلى أزقة في مدينة بكين من قبل؟ طبعا يعني أصلا أنا مولع بالثقافة الصينية وقد زرت كل الأماكن الأثرية إن لم نقل يعني حتى في ضواحي بكين، وبالأخص أزقة بكين الشهيرة وهي معروفة خاصة بالبناء أو الطابع البكيني في البناء أو ما يسمى السخويان باللغة الصينية. فهذه يعني كيف وجدتها؟
طبعا هي جولات سياحية مفيدة، ورغم نعم. أني قمت بهذه الجولات قبل يعني حوالي 5 سنوات أو حتى بعد مجيئي هنا إلى الصين، وكانت هناك بعض يعني تحديات في اللغة، ولكن هي يعني جولات سياحية مثمرة، وقد يعني استفدت منها الكثير، تقربت أكثر من الثقافة الصينية وفهمت الكثير عن ثقافة بكين، لأن هناك اختلاف يعني في الثقافة، نقول ثقافة بكينية أو ثقافة شعبية أو ثقافة صينية، فهناك يعني بعض التفاصيل أو بعض الاختلافات، حتى أني ذهبت إلى بعض المطاعم توفر الطعام الملكي للثقافة الصينية القديمة، يعني زرت بعض المطاعم وهي موجودة هنا في بكين بكثرة، وفي الحقيقة استفدت الكثير من هذه الجولات السياحية، رغم أني قمت بها بمفردي، وهناك فرص يعني للقيام أو يعني بالسير مع المرشد السياحي لكانت أفضل وأحسن. نعم، وهذا أيضا يعني مطاعم أيضا نوع من التجربة، وأيضا هن صنعت عندما قمت بزيارة إلى أصدقاء عناب مسكرة مثل ما شرحناه في التقرير من قبل. في الحقيقة هناك الكثير يعني لاحظت الكثير من الأجانب حول يعني يمارسون هذا النشاط، ولكن شخصيا أنا أحب العناب المسكر البكيني، ولكن في الحقيقة من قبل. نعم تذوقت، ولكن لم تكن لي الفرصة لصناعته بيدي كما يقوم الكثير من الأجانب، ويقبلون على هذه التجربة ويستفيدون منها، لأنها في الحقيقة طعم يمكن أن يأخذوا هذا المذاق إلى بلدانهم وكذلك للاستمتاع به هناك. يعني كيف تنظر إلى تطور أسواق السياحة التجريبة في السنوات الأخيرة، وما هي الفرصة في هذه الفئة من الأسواق حسب رأيكم؟ نعم، يعني في الحقيقة نقول السياحة التجريبية في الصين لو نعود إلى تاريخها هي تمتد إلى مدة طويلة في الحقيقة، أكثر من ربما حتى 50 سنة، ولكن قد بدأت التجارب تبدو على السطح أو تظهر في الأخبار في نهاية التسعينيات، حيث قام بعض الأفراد بكسر روتين المرشد السياحي، حتى أصبح بعض يعني المرشدين السياحيين يقحمون الأجانب أو السياح المحليين في بعض الأنشطة المرتبطة بالثقافة الصينية، وهذا ما ينقل السائح من مجرد مشاهد إلى أن يستشعر ويعايش هذه التجربة الثقافية. ولكن متى انطلقت هذه يعني السياحة التجريبية بشكل قوي؟ كان بفضل يعني قرار مجلس الدولة أولا سنة 2009 باعتبار السياحة كركيزة أساسية في الاقتصاد، ثم كذلك بعض يعني القرارات التي أتت بعدها ابتداء من سنة 2013، ولذلك نلاحظ أنه ابتداء من سنة 2015 أصبح الاستثمار بشكل رسمي، وأصبحت بحوث وكذلك شركات تقام خصيصا في مجال السياحة التجريبية. إذن يمكننا القول أن السياحة التجريبية في الصين تمتد على الأقل لها 20 سنة حتى الآن. نعم، الآن في مسير ازدهار لتدور هذه الصناعة، وأيضا في نفس الوقت تواجه بعض التحديات في تدور سياحة تجريبية، فحسب رأيكم ما أهم التحديات في هذه الأسواق حتى الآن؟ نعم، رغم أن هذا المجال السياحي الجديد يفتح أفق كبيرة خاصة في التسويق وكذلك في التشغيل يعني في خلق الوظائف، إلا أنه لا يزال يعاني بعض التحديات، لأن السياحة التجريبية تقوم على نقل الثقافة إلى الواقع، فأمور تاريخية وثقافية يتم استخراجها من الكتب ومن يعني العادات إلى غير ذلك، ويتم إسقاطها على الواقع، وهذا ليس بالشيء السهل، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك الكثير من المواقع لا تزال في حاجة إلى تطوير للبنى التحتية، لأن هذا المجال في الحقيقة أصبح توجه عالمي للسياحة التجريبية. ونقطة أخرى وهي مرتبطة ربما بالتكاليف، يمكن القول وأن يعني العمليات أو إدارة السياحة بالطرق التقليدية تكون أقل تكلفة من السياحة التجريبية، وهذه التكاليف طبعا يتحملها المطورون، فهل سوف يجدون حلولا لهذه المعضلة يعني لمشكلة التكاليف، أم
يعني سوف نقول يواجهون مشاكل ربما قد تعيق تطوير هذا القطاع، ولكن حسب الأخبار يعني الواردة وكذلك النشاطات المتعلقة بالسياحة التجريبية يبدو أن هناك إقبالا كبيرا وكذلك إصرارا على المضي في هذا القطاع، لأنه يعتبر مزدهرا بشكل كبير جدا هنا في الصين، سواء على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة أو على مستوى الطلب خاصة من طرف الطبقة المتوسطة هنا في الصين. نعم، مع تطور أسواق سياحة تجريبية في الصين هذا يحتاج إلى شركات مؤسسات في هذه المجالات لتقدم أكثر من الطرق لدعم وتدوير هذه النوع من السياحة. فعندي عندي يعني سؤال إليكم، إذا تشارك في نشاطات أو سياحة تجريبة أي نوع من الأشكال تعجبكم كثيرا؟ في الحقيقة يعني لو كانت هناك يعني سوف أختار يعني المتعلقة بالتي أو لا نقول التي تصاحبها يعني التكنولوجيا. هناك مثلا يعني مثلا كعرب عندما من صديقكم أصدقائكم جاء من الدول العربية، عندما أنتم تقدموا بعض النشاطات إليهم، أي نوع من الأشكال من السياحة التجريبية تفضل تقدم إليهم؟ طبعا هي نقول أختار طبعا لأني أعيش هنا في بكين، سوف أختار المرتبطة بالثقافة البكينية، ثقافة بكين خاصة في العناب المسكر وكذلك بعض المقتنيات المرتبطة ولكن هذا في الشتاء فقط. طبعا هناك بعض المقتنيات المتعلقة بالثقافة الخاصة ببكين فقط. صح. وبالإضافة إلى طبعا هناك المعالم السياحية، نحن لا نتحدث عن سور الصين العظيم، بل هناك خبايا كبيرة للسياحة التجريبية في الأزقة على وجه الخصوص. تقع بحيرة جينهاي في الضاحية الشمالية الشرقية لبكين، هي ثالث وأكبر خزان مائي في المدينة، وهي الوحيدة المفتوحة لاستقبال الجمهور. اعتاد المتنزه على الاعتماد على الكلمات الشفهية وحدها لجذب الجمهور، لكنها منذ أن بدأت العمل مع شركة يو بين وي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الزوار. تعتمد غالبية الأماكن السياحية في الصين على الحلول ذات التكنولوجيا المنخفضة مثل اللافتات والكتيبات والمرشدين لتقديم المعلومات لضيوفها. استطاعت شركة يو بين وي نقل العديد من هذه الخدمات إلى تطبيقاتها التي زودتها بدليل صوتي ذكي يعمل بحسب موقعك. الاعتماد على الهاتف في كل شيء هو التغيير الذي يفضله العديد من المسافرين الشباب. 以前都是用那个要买门票呀什么的，今天就是出示一下这个二维码，然后就可以直接入园了。然后再有就是以前可能到一个景点之后，不知道先去哪儿或者去哪玩或者是哪个景点比较好，然后用了这个APP之后就知道要去哪里玩，然后还会有简介告诉我们这个景点有什么故事也好呀，或者是有什么看点，或者是应该欣赏什么，就是会。 一些向导作用吧，就是感受是还很方便便捷，然后不需要就是再请一个导游之类的，只要用这个APP就可以游览这个景区。 تأسست شركة يو بين وي عبر شركة وو تشاينا لتكنولوجيا الإنترنت في يوليو عام 2016، وذلك بهدف استخدام التكنولوجيا الذكية للتقريب بين الناس ومساعدتهم على السفر بشكل مستقل. وحتى تستطيع تحقيق ذلك كان على الشركة جمع كميات هائلة من المعلومات أولا. 第一个优势是景区优势，我们中国一共有30,000多家景区，我们油品为一共和10,000家景区建立了联系，包括建立过合作，而且我们所合约包括签约的景区，绝大部分都是独家合作，所以呢，我们在景区数量和景区这个框架协议上我们是有优势的。第二个优势。
说我们已经完成了国内4A、5A 景区智能讲解的全覆盖。就到目前，你所到之处，基本上你去的景区都可以通过优品为智能旅游完成导览和导游。نستخدم الدليل الذكي للتطبيق نظام التموضع العالمي GPS لهاتفك لوصف المناطق المحيطة بك لحظة وجودك بها، ويحتوي على عدد من الأصوات المختلفة للاختيار من بينها. تساعدك الخريطة أيضا على تحديد مكانك والطرق التي يمكن أن تسلكها. 科技化的一个升级，那么主要有两方面。第一方面的话呢，就是所谓的智慧旅游，啊，就是当越来越多的这个旅行者他会觉得出游会更便利。第二点呢，我觉得可能科技给旅游行业带来的就是一个大数据所带来的一个精准的营销，就是很多消费者的一些过往的住宿的餐饮的之后的脱敏的数据，其实也能够给现有的这个从业者一个非常非常好的指引，就看一看我们大概什么样的年龄层级他更喜欢什么样的旅游产品，就可以做到一个更精确的产品的定制和营销。我觉得这个就是科技方面对这个旅游行业未来带来的影响。نعم أستاذ، كما شحناه من الفيديو نعلم شركة يوبين هي شركة تقدم خدمات إلكترونية للسياحين لتسهيل نشاطات السياحية التجريبية، فما رأيك في هذه الشركة؟ كيف تحلل أشكال تجارية لهذه الشركة؟ نعم، بالنظر إلى النشاط الذي تقوم به هذه الشركة، في الحقيقة يمكن أن نعيده إلى اتجاه الإبداع والابتكار، لأن لو نعود إلى شركات السياحة السائدة من قبل، فأي شخص بإمكانه أن ينشئ شركة مختصة في السياحة، ولكن كما شاهدنا في التقرير في الحقيقة هذا يعني هي أنشطة إبداعية، أو نقول نقل السياحة من مستوى إلى مستوى أعلى، خاصة فيما يتعلق بتقديم يعني الخدمات الإلكترونية، بأن لن يكون السائح في حاجة إلى المرشد السياحي، بل سوف يقوم بالتجول في المكان والحصول على معلومات أحسن أو ربما أكثر مما يقدمها المرشد السياحي، وهذا فعلا هي خدمات بلا شك سوف تلقى الكثير من يعني من الطلب، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، بالأخص يعني السياح الوافدين هنا إلى الصين. نعم أستاذ، كيف تنظر إلى هذا النوع من السياحة اللطيفة؟ يعني نستطيع أن عبر الهواتف نجد أي أماكن تعجبنا في هذه الحديقة، كيف تفسر هذه النوع من السياحة اللطيفة؟ نعم، يعني في الحقيقة هذا النوع من السياحة ويعتبر أو يندرج ضمن خطة الإبداع والابتكار التي أطلقتها الحكومة في الخطة 2015 والخطة 2013، فهي نقل السياحة من مستوى التقليدي إلى مستوى أعلى من خلال إدماج يعني التطبيقات التي تقوم بتقديم معلومات أكثر وأوفر مما يمكن أن يقدمه المرشد السياحي إلى السائح، هذا من جهة. من جهة أخرى، بإمكان المرشد السياحي أن يختار قبل زيارة أو تفحص المكان ككل، بإمكانه أن يختار المكان الذي يكون بالنسبة إليه أهم من المكان الآخر ويتجه بمفرده إلى غير ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى، تعتبر من ناحية يعني نقول القطاع السياحي هي شق باب جديد للقطاع السياحي لكي تنمو، سواء على مستوى التوظيف أو على كذلك مستوى جذب الكثير من السياح، أو نقول رفع عدد السياح على المستوى المحلي والمستوى الدولي.
وأيضا عندما نفصل عن نوع من الأشكال التجارية للشركة دائما ننظر إلى جانب التحديات. حسب رأيكم ما أهم التحديات تواجه هذه الفئات من الأسواق مثل شركات إلكترونية في التقرير؟ نعم، بالنسبة للتحديات أظن بأن أكبر تحدي هو يعني المرتبط باستكشاف الأماكن السياحية، هذا من جهة، ثم كيفية نقل تجربة الواقع إلى نقول الأجهزة الإلكترونية. ففي هذه الحالة ليس من السهل، فهناك طبعا الحضارة الصينية تمتد على مدى أكثر من 5000 سنة، هناك الكثير من الأماكن لم يتم استكشافها بعد، حتى التي أصبحت أو هي تعتبر أماكن سياحية حتى الآن ليس من السهل نقلها من محتوى واقعي إلى محتوى إلكتروني، هذا من جهة. من جهة أخرى، هل سوف يعني عمليات التطوير هذه سوف تأخذ عمليات تحديث مستقبلية، وهذا ما يعتبر تكلفة بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال، ولكن لطالما أن هذا القطاع حديث فأظن بأن حتى الشركات التي تعمل بالطابع التقليدي للسياحة سوف تنتقل للعمل في هذا القطاع، لأنه بالطبع أي جانب مهما كان إذا كان فيه يعني إذا حصل فيه الإبداع والابتكار فسوف ينجح بدون شك. ساهم تحسين البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات في تسهيل الوصول إلى الأماكن السياحية، ما حقق زيادة في الأماكن السياحية المتاحة. في الوقت نفسه يبحث المسافرون الصينيون أصحاب الدخل المرتفع عن أماكن غريبة وتجارب أكثر ثراء. في سوق يزداد تعقيدا، يعتقد الدكتور دونغ شو أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سيكون مفتاح النجاح للشركات التي ترغب في الحصول على ميزة إضافية. 可能未来的旅游产业啊，它可能会有两个方向啊。第一个方向的话呢，可能就是就像您刚才所说的，就是它的一个是一个科技化的一个升级。出国旅游都是一件非常轻松的事情，我们有翻译软件，我们有各种各样配套的服务，这个也就是在科技的帮助下，就是让每一个人的出行，每一个人的旅游，它变得更加方便和便利。 第二方面的话呢，可能就是现在的一个个性化的旅游，就是所谓的一些功能性的旅游。可能很多消费者他现在出国旅游，不单单的是为了去参观景点啊，去品尝当地的美食，可能他们会有一些功能性的需求。他们更多的是希望在国外也好，国内也好，去体会到一些不一样的东西，去满足自己一些就是囿于当地而无法去实现的一些愿望。 تهدف شركة تشاينا كالتشر لايف إلى تلبية احتياجات المستهلكين في القيام بأشياء مختلفة، ذلك من خلال عمل برامج سياحية توفر للسياح أفكارا جديدة وخدمات فريدة. تأمل الشركة تلبية احتياجات المستهلكين، كما توضح لي فانغ في فإن الشركة تسعى إلى استنساخ التجربة التي طورتها في بكين في أماكن مختلفة داخل البلاد. 除了北京之外呢，其实我们在像徽州、杭州、洛阳、西安等等这些文化感很强的，然后历史渊源很悠久的城市，也都开发了自己相应的体验项目。然后他们现在是一个3天2晚的一个主题深度体验的一个形式存在。 تضم شركة يوبينوي حوالي 5 ملايين مستخدم مسجل، وأقامت شراكات وثيقة مع 2500 وجهة. تهدف الشركة في المستقبل إلى تقديم خدمات ذكية في جميع المناطق السياحية الرئيسية في الصين، كذلك تقديم خدمات بلغات مختلفة. بمجرد أن يكون للشركة قاعدة صلبة في الصين، تسعى إلى مواصلة توسعها خارجياً. 我们现在已经完成了国际的400家智能语音讲解的覆盖了，就是国内一些著名的一些景区，我们都已经完成了智能讲解的覆盖。我们发现景区呢需要有一个智能补给站，我所谓的不能智能补给站，就是在景区呢有一个智能的一个小房子，然后房子里面给用户提供了一些智能化的服务，包括智能化的一些无人的一些购买。 包括里面的一些人机交互的一些景区的一些游览或者景区的一些介绍，包括我们通过 AR
和 VR 的形式，让用户在景区里可以体验一些景区的一些交互和这个娱乐的一些功能。我们还会继续在景区的智能化覆盖和景区智能化的程度上是加大我们的力度，也不排除我们在未来会在线下给用户提供旅游服务。أستاذ، وأيضا مع تطور التكنولوجيا في الصين مع ازدياد عدد السياح، كيف تنظر إلى تطور أسواق السياحة المحلية راهنة الآن؟ نعم، هنا في الصين حسب إحصائيات السنة الماضية كان هناك حوالي 5.54 ملايير سائح، أي بمعدل يعني 5 رحلات تقريبا لكل شخص. ولو قارنا هذا العدد بإحصائيات سنة 2009 نجد بأنه ارتفع ب3 أضعاف. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني إجمالي القطاع أو عائدة القطاع الصناعي السياحي هنا في الصين تقدر ب1.480 تريليون، وهذا يعادل الجي دي بي لدولة مثل أستراليا. إذن فهذا عدد أو رقم ضخم جدا، وبالتالي فالصين أصبحت تعتبر القطاع السياحي ضمن الركائز الأساسية للاقتصاد، لأنه يساهم بنسبة 11.04% من الجي دي بي في الصين، وبالتالي تعتبر نقول يعني عملية تطوير القطاع السياحي أمر لا مفر منه، ونقله من الطابع التقليدي إلى السياحة التجريبية أيضا يعتبر باب مفتوح، ويشجع كذلك الجهات الحكومية، لأن هناك يعني لو نقارن على المستوى الصيني فيما يخص بكين مثلا ومدينة شيئان، هاتين المدينتين تقدمتا بشكل كبير جدا مقارنة بباقي الصين. ولكن لو نلاحظ أو نطلع على التقارير نجد جميع المدن الصينية تحاول الوصول ويعني بالأداء التي تقدمه بكين ومدينة شيئان، وهذا دليل على وجود نية للاستمرار في تطوير هذا القطاع. نعم، وإذا مع ارتقاء استهلاك المحلية في الصين، ما هي الطلبات في بنية تحتية يحتاجها المستهلكون؟ هنا يعني فيما يتعلق يعني نقول البناء التحتية، في الحقيقة هناك الكثير من النقاط الأساسية، ولكن بإمكاني ذكر نقطتين مهمتين، وهما يعني أولا فيما يتعلق بإصلاح جانب العرض. ففلسفة إصلاح جانب العرض التي أصبحت من أولويات الخطة الخمسية 13 في الحقيقة بالإمكان تطبيقها في الجانب السياحي. فالطبقة المتوسطة هنا في الصين في اتساع مستمر، واحتياجاتها في ارتفاع، يعني أصبحت تطلب الجودة أكثر من يعني الكمية، وهذا ما يجعل أو ما يحتم على سواء شركات القطاع السياحي أو حتى على الحكومة من أجل تلبية رغبات هذه الطبقة، لأنه في حالة ما إذا يعني لم تشبع رغبات السائح المحلي فإنه سوف يتجه إلى وجهات خارجية، وبالتالي فهناك اتجاه نحو دعم أكبر وتلبية أحسن لطلبات، سواء من خلال تطوير البناء التحتية، هناك المرافق السياحية، كذلك ربط هذه المرافق السياحية بما نعرفه الآن في الصين بالإنترنت بلس. فبإمكانك مثلا من هنا من بكين تريد السفر إلى مدينة جنوب الصين أن تختار عبر تطبيق الهاتف أن تتفقد أحسن الفنادق، وكذلك تطلع على الأماكن وتحجز مباشرة من دون أي مشاكل. كذلك فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني بإمكانك حجز الفندق والدفع وكذلك وضع الحجوزات إلى غيرها. ففي الحقيقة هناك اتجاه نحو تسهيل أكبر للطبقة المتوسطة، وهذا كذلك نقطة أخرى مرتبطة بعمليات تنظيم الجولات السياحية، وهذا يعتمد على كذلك الإنترنت بلس التي توفر قواعد بيانات بحيث تمكن الحكومة من معرفة الأماكن الأكثر إقبالا واستخراج المميزات هذه الأماكن السياحية، وكذلك تطبيقها على الأماكن السياحية الأخرى فيما يتعلق بالخدمات. نعم، شكرا جزيلا أستاذ نادر على هذه التعليقات، وأيضا شكرا جزيلا على حضوركم في برنامج الصيني المال والأعمال. شكرا لكم أيضا.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء إلى حلقاتنا القادمة.